استريحوا استريحوا. اي واحد يصعد المسرح هذا بينخصم عليه 1000 نقطة، والله العلي العظيم بينخصم عليه 1000 نقطة، ما فيها كلام. انا حلفت يا شباب، حلفت. انا ارجع يا محمد، محمد ملحم ارجع ارجع. يعني يوم شفت اخوياك صرت قوي؟ انا قوي. منو دخل عليكم قال لكم انا قوي؟ منو دخل؟ محمد طوال قال هو قوي. ايش تقولون؟ ايش تقولون يا شباب؟ احلى الصغير هذا، احلى. حلو. طيب المجموعة الأولى بتفوز ب 5000 نقطة. 5000 نقطة. المجموعة الثانية ولا نقطة. طيب عطني دقات قلب. ها يقول دقات السيناريو، دقات القلب تخوف. وانت الحين دقات قلبك تنسمع. طيب نعلن المركز الاول الحاصل على 5000 نقطة والأكثر رعبا بين المجموعات الثانية، اللي ارتاحوا أكثر، اللي هم المجموعة. ما بنسحب نتاق بعدين نرجع. طيب قولوا بس، قولوا وقف، عدوا. ألف ألف مبروك العلي بن مشعل. طيب لو تسابق الثاني قولوا بس، ألف ألف مبروك محمد طوالة. عدوا. نفس الحساب للأسف، للأسف يا محمد طوال نفس الحساب. طيب قولوا قولوا عدوا. نفس الحساب بعد. لا طيب وجهال ما نبي تاخذ نقاط يا اخو. نفس الحساب والله، نفس الحساب والله. طيب بنحدث 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 بنحدث. يلا عدوا. ألف ألف مبروك لمناحة الأسلمي. طيب المجموعة الأولى اللي حاصلة على، عطني الاسم مرة ثانية، اسم المجموعة الفائزة. طيب وين المجموعة الأولى هذه؟ أنت المجموعة الأولى؟ الثانية هذا الأولى صح؟ طيب ألف ألف مبروك. وش تتوقعون المجموعة الأولى والثانية؟ ألف مبروك. صوت يا شباب، صوت يا شباب. ألف ألف صوت يا شباب. مبروك للمجموعة الثانية والأولى. ألف مبروك للمجموعة الأولى. طيب ارفع الشارة. العب العب العب. لا 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 يا محمد محمد العب العب. قرب قرب قرب. يا هلا البزنس ولا عندكم بداية، وشاشة الواقع خلاها ما يخالي.
نجوم ومع جزايل يا مشاهد خلي عينك في العلا يا مشاهد خلي عينك في العلالي حي ملوف في نجاحه ما تبايزك في حلمه مرتكبه في العلالي استغل الوقت وايام قلايل عاشت فرصتك الوقت غالي من خصال ومن جزيلة بالفعايل العبوا واستانسوا العبوا واستانسوا النجم عالي لا لا طيب يلا عيد عيد يا هلا البزنس ولا عنكم بداي وشاشة الواقع خلاها ما يخاني تكتك هلا اسمع نجوم ومع جزايل يا مشاهد خلى عينك في العالم تعال تعال ايه ايه تعال كلكم تعال سرعة سرعة حي منه في نجاحه ما تمايلسك في حلمه مرتكبه في العلالي استغل الوقت وايام قلايل لا تفوت فرصتك والوقت الغالي من خصال ومن جزيلة بالدعايل العبوا واستانسوا والاتم عالي العبوا واستانسوا والاتم عالي طيب خلكم خلكم كركشون الوكاد الكاميرا هذا اللي معي هذا ولا هذه الربيس نسيت الربيس خنو دقيقة أي كاميرا معي هذا ولا هذه هذه طيب مشاهدين الكرام آسف على التأخير وآسف المتسابقين على التأخير تمنيت أني أكون يعني شباب بلاد شباب لو سمحتوا يا عيال أبا أختم دقيقة بس دقيقة بس يا عيال قبل تختم لو سمحتوا اعطوني دقيقه بس لبيت يا عيال عزوز لانه ما قدر يطفي الحرايق اللي داخل جاب هذولا انا عارف حركاتك طيب شكرا لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعه انا معكم عبد العزيز الاسلمي التقيكم ان شاء الله بفقره قادمه من تيك تاك وان شاء الله تكون افكار متجدده وافكار جميله عندهم حلاوه حلو ناكل منه ودعناكم الله يعطيكم العافية من خصال ومن جزيلة بالفعايل العبوا واستانسوا والرتم عالي العبوا واستانسوا والرتم عالي ولا عنكم بدايل وشاشة الواقع خلاها ما يخاني تيك تاك هلت مع نجوم ومع جزايل يا مشاهد خلي عينك في العلا